بشد حيلك معي أنا سما. التطرف هو ظاهرة اجتماعية قديمة كتير رافقت العلاقات الإنسانية، وبتتغير وبتتطور من زمن لزمن حسب تغير المجتمع وطبيعة العلاقات بالمجتمع الواحد وبعدة مجتمعات. وباختصار التطرف هو الخروج عن المألوف بالمبالغة بالرؤية والسلوك، يعني احتكار المتطرف الفضيلة والحقيقة، وبالتالي بيشوف حاله دائماً على صواب والآخر على خطأ، وبيشوف حاله أكثر ذكاء وأعلى مكانة من غيره، وهو صاحب الحق بالقيادة، ما بيكون مستعد يتقبل رأي الآخر أو يحط حاله مكانه ويفهمه أو يحترمه بأي شكل من الأشكال. والتطرف ممكن يكون ديني لدين معين مثل مسلم مسيحي ملحد، أو طائفي لطائفة دينية معينة مثل سني شيعي كاثوليك أرثوذكس، أو مثلا عرقي مثل عربي كردي أرمني تركماني، أو جغرافي مثل شامي حلبي حمصي حموي، أو على أساس اللون أو على أساس اللغة. هي الأشكال الشائعة للتطرف. بس السؤال الأهم، شو هي الأسباب يلي بتخلي الإنسان يصير متطرف؟ في عدة أسباب للتطرف. أولاً أسباب اجتماعية مثل اضطراب العلاقة بين الطفل وأبوه، أو رمز السلطة بالبيت أو المدرسة. هذا الشيء بيخلق عند الطفل صراع بيتمثل بعدم الانصياع للقوانين، وبميل لما يكبر لتكوين مجتمعات أو الانتماء لمجموعات خارجة عن هي القوانين. ثانياً أسباب اقتصادية ومعرفية تتمثل بانخفاض المستوى الاقتصادي، لأنه من الصعب على الأسر الفقيرة يلي بيجتمع مع فقرها تدني المستوى الثقافي والمعرفي إنها تدعم أفرادها وتزودهم بمهارات التكيف خاصة بوقت الأزمات. وكمان التغييرات الاجتماعية أو الثقافية أو التكنولوجية السريعة بتؤدي لاختلال التوازن وتداخل القيم والمفاهيم، مشان هيك بيكتر التطرف. ثالثاً الأسباب النفسية، وهي من أهم الأسباب اللي بتؤدي للتطرف في حال وجود بعض الاضطرابات النفسية مثل الاضطراب العصابي مثل القلق والاكتئاب، واضطراب الشخصية البارانوي يلي بيكون صاحبها متسلط وبيشوف أنه هو لحاله جدير بقيادة وتوجيه الناس، ويلي ما بيطيعوا بإرادته لازم ينجبر على الطاعة بالقوة. وكمان الكبت هو واحد من الأسباب النفسية يلي بتؤدي للتطرف، لأنه وجود حالة من الكبت النفسي أو الجنسي بتخلق عند الشخص صراع داخلي بيظهره برفض القيم والمعايير الاجتماعية يلي بيعتبرها سبب أساس لصراعاته. رابعاً أسباب دينية، والمشكلة هون مو بالدين نفسه وإنما بالتناقض بين تعليمات الدين وممارسات المجتمع بالنسبة للشخص اللي ما تعلم كيف يتقبل الآخر. ويلي بيصير إنه الشخص بيتعلم مجموعة قيم دينية بيلاقي المحرمات منها منتشرة بالمجتمع، فبيصير بداخله صراع بيظهر بالعداء للآخر، وبيكون بأعنف حالاته وقت بيحاول حدا يستفز مشاعره الدينية بتسفيه القيم أو الأخلاق أو المعتقدات أو الشعائر يلي بيآمن فيها. وممكن يجتمع عند الشخص الواحد أكثر من سبب من هاي الأسباب، وهيك بيكون عنده دوافع أقوى للتطرف. طيب في شي نقدر نعمله؟ الشي اللي لازم نعمله هو التربية المنزلية والاجتماعية على أساس تقبل واحترام الآخر بكل الحالات والظروف، وبالتالي إذا صارت عنده أي مشكلة من المشاكل السابقة ما رح تطلع عنده على شكل تطرف، لأنه هذا الشخص تربى على تقبل الآخر واحترامه. أما من الناحية الدينية فلازم نربي الأجيال على أساس الله هو اللي بيحاسب مو البشر اللي بتحاسب بعضها، ومسؤولية الدول لتجنب التطرف هو تنظيم المجتمعات بشكل يقلل من مثيرات التطرف والعنف لأدنى مستوى من خلال منع الظلم على المستوى الفردي والاجتماعي وتحقيق العدل والعدالة ومحاربة الفساد. تذكروا دائماً أنه خير الأمور الوسط، وأنه عمر التطرف ما كانت نتيجته إلا الهلاك للأفراد والشعوب. وضلوا بخير. دعم نفسي بشد حيلك معي أنا سمك.